الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لله سبحانه وتعالى اللي نزل الرحمة اليوم، وشكرا للرسول صلى الله عليه وسلم اللي علمنا كيفاش نطلبوا الله سبحانه وتعالى تستجب الدعاء وخرجنا، وشكرا لأمير المؤمنين، وشكرا لوكيل الملك كنحيوه ونائب وكيل الملك ولابيجي ديال 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 القريه اللي تصنتوا لنا وجابوا الشهود وتمعنوا في القضيه لقاونا مظلومين. انا كنوجه نداء للقايده، برافو عليها، حنا ماشي ضدها، هي كدير غير خدمتها، ولكن غير تشوف ماشي غير فينا حنا، ناس اخرين راه مظلومين، ناس اخرين راه ما خداوش في القصابه. في هذه كاين السيد في القصابه عنده 80 عام مسكين ما خداش عمل، وكاينين ناس اخرين. واش الشيء دار ما يبغيش الله وما يبغيش امير المؤمنين؟ ويلا كنوجه واحد النداء لامير المؤمنين، الا بقات الحكومه وهاد الناس اللي مسؤولين بالضبط وقياد بهاد السياسه هادي راه غيدمر المغرب، المغرب غيدمر، راه ما فاهمينش شنو كيديروا، راه كيخدموا مخطط ديال ناس اخرين ديال ايران ديال الجزائر، وكاينين معاهم مغررين. وكنطلب من امير المؤمنين يدار بحث في هذا الشيء هذا، لا بد، راه كاينين الناس في البرلمان وكاينين الناس في الادارات الكبرى راه خدامين لمصلحه هاد الناس هادو، راه غيدمروا المغرب. جيده، سولنا واش سبيتوها؟ قلنا ليها لا. واش ضربتوها؟ قلنا ليها لا. واش السيد والاخت ديالك؟ قلنا ليها لا. ما غوت علينا ما والو، طلع للفوق هبط دخلونا لعندو، قال لكم غتخرجوا بكفاله، انا 2000 درهم ولد الاخت ديالي 5000 درهم صافي. ها شنو القرار ديال وكيل الملك؟ جيد، هذا كيبين بانه راه بدات الامور كتغير، واش الشيء اللي بغينا؟ شنو التهم اللي حطات القايده؟ تهم انا بانه سبيتها ولد الاخت ديالي، بانه قال لها غنشرك لك الكسوه، وبانك قلتي للناس تجمع الناس الفخاره باش يمشيوا للقصر، واش ما كاينش؟ كنتحدى تجيب معلم واحد من الولجه بانه قلنا هذه الهضره هذه، حنا ضد هذا الشيء هذا. الملك راه في راسه، راه عنده المخابرات ديالو، عنده كل شيء ديالو، واش غيحتاج حنا نمشيو لعندو؟ راه حنا اصدقاء ديالو، راه كيعرفنا، راه القايده خصك انا كنهضر دابا مع القايده، القايده راه عندك اربعه ديال المقدمين تما في المقاطعه، واحد كان كيبيع غير الديطاي زعيويط قلت له غتولي مقدم، واحد كان في القهوه عند السنديسي سربيع قلت له غتكون مقدم، واحد كان احمد كان عندنا في الولجه كيخدم قلت له غتولي مقدم وغتولي شيخ، عارف اش كندير. وكاين واحد امر اخر، المقدمين سولوا ليهم قلت لهم كورونا قبل ما تبدا المطارات العالم غادي يتسد، والبارح قلت لهم الفوق باش امرتي وتصور صاحبي كنا جالسين غير قدام المعمل مظلين بواحد الكيب الباص، قلت لهم حيدوا ذاك الباص، طلعت انا كنت كنصلي ساليت الصلاه، طلعت انا ضربته بالمسيطه عاونوني المقدمين حيدناه. هادشي راه الكره، هادشي هذا القائده خصك تساهمي باش الاقتصاد يطلع، راه الا خدمنا حنا راه الصندوق ديال المملكه غيعمر، راه هادشي راه ما خدامش هادشي اللي كديروا. القياده راه يا ريت يتعلموا من بوريطه، يا ريت يتعلموا من بوريطه السياسه ديال بوريطه. واش تصور شكون اللي نوض الصداع في الناظور؟ ماشي قايد، السيد اللي مات تنط مصيبه كانت غيتشق المغرب غيتفك، شكون اللي نوض الصداع في وفي قرى وبزاف كانوا الناس باغي المظاهرات باغي يجيو عند الملك؟ غير سباب القياد، الله يرضى عليكم القياد الا ما تراجعوا على هادشي اللي كديروا. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.